مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم سولو الناس على قناتكم شوف تيفي. اليوم بلغنا ببالغ الاسى وفاه الفنانه الكبيره توريا جبران اللي اعتت بزاف في الفن المسرحي وكذلك في الفن المغربي. صراحه غنفتقدوها بزاف في الساحه المغربيه، لذلك نزلنا الشارع المغربي باش المواطنين يقولوا لنا كلمه في حق هذه الفنانه هذه. اجيو نشوفوا الاجوبه ورجعوا لكم. الفنانة توريا جبران كانت الله يعمرها دار، عطات أعمال سينمائية كثيرة ودازت تف في الوزارة، زعما الله يعمرها دار، الله يرحقنا عليها مؤمنين، الله يرحمها، الله يصبر وليداتها عليها. شي حاجة ماشي بزاف، ولكن كنا كنشوفوها زعما في الميدان الفني، يعني هذاك الشيء زوين ديالها ضروري. كانت من أحسن الفنانات زعما، وإنسانة طيبة، يعني كنشوفها انا كنت كنعرفها زعما كشخصيه، كانت كليان عندنا، الله يعمرها دار، الله يرحمها. هادشي اللي غنقول لها. الصراحه توريا جبران عطات بزاف الفيلم المغربي في ناحيه المسرحيات وكتب، طلع ما دارش شخصيه قويه زعما بالنسبه للمراه، زعما راه كانت شي حاجه. كنت كنشوفها فهمتي مع الدار شحال هذه، كانت فهمتي كتعرفش تمثل صراحه. كنتمنهم الله يرحمها ويوسع عليها، كانت فنانه جميله وكانت عزيزه علينا، وكانت زعما انسانه في المستوى. كنت كنتفرج في المسرحيات ديالها بزاف عندها، كانت شخصيه زوينه، كانت شخصيه قويه وزوينه. هي كانت امراه عجيبه والله يعمرها دار مسكينه، وكانت كتبغي الشعب ديالها والملك ديالنا، كانت كتحبه وتبغيه، كانت مراه مسلمه وكتبغي الخير لراسها والشعب كامل. ديك المسرحيه اللي كانت دارت زعما المسرحيات ديالها كانوا جميلين بزاف بزاف، وكنا كنضحكوا ملي كتدير شي مسرحيه، والله الا كتضحكنا بزاف مسكينه. كانت ما نقولش لك عليها كيفاش كانت، المسرح ديالها كان جميل جدا جدا، كانت زعما قويه وكانت شجيعه زعما، ما كانش واخا هكاك ما كانش كتخاف، وما كانش الله يرحمها ويوسع عليها والله يرحم جميع الاموات، انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمها ويجد عليها الرحمات، وخرج واحد الفن المغرب الصراحه في التاريخ، ونتمنى تعالى يجد عليها الرحمات. كانت سيرات مسكين سهل والله يجد على الرحمات. المسرح ديالها المسرح ديالها زوينين، وخلات هذا خلني خلات يعني متورخه، خلات التاريخ ديالها يجد على الرحمات. هادشي نطلبوا من الله تعالى ويجد على الرحمات. والله يرحمها مسكينه الصراحه، كانت فنانه وماشي ولا بد ندوي عليها بزاف، ولكن راه تبارك الله كانت فنانه من العيار الثقيل. انا من المشيدين بهذه الفنانه هذه، لحقاش عطات الكثير للسينما المغربيه سواء على جميع الاصعيده صراحه. كانت ممثلة مزيانة وكانت عند أدوار بزاف مغربية، وكانت كتعجبني أنا بعدا شخصيا، كانت كتعجبني بزاف والله يرحمها. أنا كنت كنتفرج في المسلسلات ديالها في الأفلام ديالها، ولكن ما عرفاش العناوين ديالها. كانت أكثر من كتستاهل هذا المنصب ديالها، والله يرحمها ويوسع على هادشي اللي غنقول لكم. ممثلة مزيانة، كنا كنتفرجوا فيها، أفلام ديالها زوينين، يعني حتى في السياسة ديالها كانت عندها واحد الشخصية اللي كانت كتعجبني أنا بعدا. كتستاهلو، حتى كانت جدية في الخدمة ديالها، معقولة. أنا كنت كنتفرج في الأفلام ديالها ولاني بالاسم ما عارفاش بالضبط، ما فهمتش مقدر، المهم كانوا كيعجبوني الأدوار ديالها وصافي. وي راه افتقدناها، اش غادي نقول لك، الله يرحمها. الممثله الله يرحمها بعدا، اولا السلام عليكم. الممثله الصراحه تبعناها من الصغر ديالها، والصراحه الافلام ديالها كانوا زوينين بزاف، وهذه الصراحه صدمه ملي قلتيها لي، ما كانتش في خباري. والله يرحمها وبقاء لله. عندها واحد الفيلم ديال واش ما عقلتش واش خربوشه ولا ما عتمثلها فيه هي، واللي كان فيلم كان عجبني ديالها بزاف، هذاك هو الفيلم اللي كان عجبني. اما عندها بزاف هي ومبقيتش عاقل عليهم الصراحه. اي وقتها مات كاع، وقلت لك راه كبرنا معاه، كنقال عليها انا الصغر ديالي وكنقال عليها تجاشا، كانت وزيره الثقافه. والصراحه انا ما واش نقول لك اختي، انا ما داخلش في السياسه وبعيد عليها بزاف، وجهه ديال النظر ديالي ما اصلا ما دوزاتش هي بزاف في الحكومه، شويه وحيدوها. الله يعمرها دار والله يرحمها، ودوزات مزيان، تفرزنا فيها، ما خلينا، ما الافلام ديالها زوينين، التمثيل ديالها زوين، كل شيء زوين. الله يرحمها ويزد عليها الرحمه مسكينه. كانت تفرز في واحد الخطره خرجت الحوليس تقول له سير تواد مع احبابك،
كاينه قديمه هذه، عطات بزاف كاينه، ها نفتقدوها خلات بلاصتها. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وكيف ما سمعتوا فالمواطنين كلهم قالوا بان هذه الفنانه كانت فنانه كبيره وقديره، وكذلك اعطت بزاف في الفن المسرحي والفن المغربي، وصراحه الفن المغربي غيفتقدها بزاف، وكذلك كانت شخصيه قويه خصوصا في المنصب ديالها اللي كان في وزاره الثقافه. وصلنا الى نهايه هذه الحلقه هذه، شكرا لكم.